اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج يلا ميكس. مبسوطين يكون معانا في حلقه النهارده هايدي هاني. هايدي من خدام الشباب المباركين اللي ليها خدمات بتذاع على قنوات فضائيه مختلفه. كمان هايدي مخرجه فريق اغلب مخرجه اغلب سكتشات فريق المصالحه الشباب. ازيك يا هايدي؟ ازيك يا ميرنا؟ عامله ايه؟ تمام. خلوني في بدايه حلقتنا النهارده اشارككم ببعض اراء البنات في موضوع حلقتنا النهارده. حاسه انه طول الوقت عندي احتياجات مش مسدده، بشوف اللي حواليا بيتجوزوا وانا لا، كل الناس بتحب وتتحب وانا لسه، بحس اني مش مقبوله ومحدش بيبصلي، وتعبت من الاحاسيس دي وبقيت حاسه بصراع، صراع بين احتياجات غير مسدده وبين اني ما بقيتش عارفه انفذ الوصيه اللي ربنا بيقولي عليها، وبلاقي نفسي اتحاربت بخطايا وافكار كتيره. ازاي اتعامل مع كل المشاعر والافكار السلبيه اللي بتضغط عليا، وازاي اتعامل مع ضغط المجتمع وانا لسه مرتبطتش؟ ده هيبقى موضوع حلقتنا النهارده. بفكركم ان احنا مستنيين اسئلتكم ومشاركتكم في موضوع حلقتنا النهارده على الارقام اللي هتظهر قدامكم على الشاشه، كمان متواصلين معاكم على فيسبوك قناه الحريه. يعني في جمل كده يا هايدي بتبقى موجوده بتتقال، ما تشدي حيلك، هو احنا مش هنفرح بيكي بقى؟ يعني هو ما فيش حاجة في السكة ولا ايه؟ جمل كده بتتقال بشيء من الدعابة، بس هي البنات اللي لسه مرتبطتش بتبقى متعبة جدا بالنسبة لها. بعدين مش هنفرح بيكي بقى، او مش هتشدي اشد حيلي، اعمل ايه؟ اروح اجيب من السوبر ماركت ولا اعمل ايه؟ طيب فهنعمل ايه؟ نعمل ايه مع ضغط المجتمع، ونعمل ايه بقى مع الضغط اللي بيبقى من جوه؟ لانه ما هو انا يعني نفسي احب واتحب زي كل البنات اللي حواليا، وده ما بيحصلش. بصي، المشاعر عامه من اكتر الحاجات اللي بتميز البنات، يعني هي احتياج البنت العميق قوي بيبقى دايما في ان هي محتاجه المشاعر، محتاجه تحس ان حد بيحبها، محتاجه تحس ان حد مهتم بيها. فده احتياج حقيقي واحتياج عميق فعلا جدا عند كل بنت. وزي ما انت قلتي كده ان المجتمع اوقات بيضغط على البنات، وبيضغط هو بيضغط على البنات والولاد على فكره، بس يمكن الولد بيبقى مثلا هو اللي هيروح يتقدم. البنت لما يجي زي ما انت بتقولي كده حد يقول لها يلا بقى ما تشدي حيلك، طب انا هعمل ايه؟ انا كده كده هبقى مستنيه. بس المشكله مش في الضغط اللي بره بس، انما المشكله الاكبر بتبقى في الضغط اللي جوه. حقيقي يعني مع كل مره مثلا بنت بيتقال لها تبقى هي حاسه ان هي اصلا مضغوطه من فكره عدم الارتباط، او ان هي ممكن يكون الارتباط اتاخر شويه، او حاسه باحتياجات عاطفيه او احتياجات جواها يعني انها تشبع، مع كل حد بقى بيقول لها طب احنا هنفرح بيكي امتى، او عقبال ما نفرح بيكي بقى يلا شدي حيلك، بيبقى كانه بيفتح جرح جواها، وبيبقى كانه بيفكر البنت ان بيقول لها ان انا كأن أنا مش جميلة كفاية. دي حاجة بتبقى متعبة جدا، بتبقى مؤلمة بالنسبة للبنات. بس المشكلة الأساسية هي لما أي بنت تبتدي إن هي تاخد قيمتها وشكلها وقيمتها عن نفسها وصورتها عن نفسها من الناس اللي حواليها. لا يعني إيه بتاخد قيمتها وصورتها عن نفسها من الناس اللي حواليها؟ يعني هقول لك، يعني مثلا انا الناس كلها بتحبني وبتمدحني وبتفرح بيا وبتاع، فانا ابقى كاني في السماء وانا حلوه وانا جميله. الناس لا تبقى مثلا بتتعامل معايا بطريقه وحشه، او بتقول لا انت وحشه، او بتلومني على حاجه معينه، فلاقي نفسي ايه، ان انا كاني ايه، كاني طلعت في السماء وكاني نزلت في الارض. زي بالظبط ممكن بنات مثلا يدخلوا مثلا في كذا قصه ارتباط مثلا وتفشل، فكاني على طول ببقى بالنسبه لي خلاص انا يعني تجربه ان انا هرتبط بحد، ممكن ابقى اتخطبت او بتعرف على حد والموضوع يفشل، ان كان ان انا ايه باخد انا بقيت وحشه، او ان لا ده حد جه وكلمني وقال لي كلام حلو وبتاع يبقى انا حلوه جدا وكويسه جدا. ففكره ان انا اللي جوايا بيبقى الاساس بتاعه راي الناس، دي حاجه متعبه قوي. ايوه بس دي اعتقد حاجه طبيعيه، يعني ما هو انا طبيعي انه اتاثر براي الناس اللي حواليا، وطبيعي اني اتاثر من نظراتهم ومن كلماتهم ومن التعبير بتاعتهم. يعني بس خليني حاسه حاجه طبيعيه. ممكن نكون نحس انها حاجه طبيعيه لو انا معتمده على الكلام الناس اللي حواليا ده. يعني انا دلوقتي لو زي كده زي ما بقول لك بالظبط، ان انا لو حد مثلا جه مدحني قوي
فهلاقي نفسي في السماء بقى في نفس اللحظه. لو جه حد قال لي ايه اللي انت عملتيه ده وايه وان الحاجه دي وحشه، ممكن يبقى نفس الحاجه على فكره ناس رايهم فيها مختلف طبعا. يعني ممكن حد يقول لك ايه الله دي جميله جدا دي حلوه جدا، اكله مثلا يقول لك ده حلوه جدا، وواحد يقول لك لا 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 دي مززه قوي مثلا. لو هنتكلم عن فالبني ادمين ارائهم دايما مختلفه. فتخيلي بقى لو انا قاعده معرضه لاراء الناس اللي حواليا، هم دي اللي بتخبط فيا بتلطش فيا يمين وشمال، ان حد مثلا يكون عامل حاجه الله دي جميله قوي، حد تاني يقول لك لا بس كان المفروض ان انت تعملي كذا، بس لا انت عملتيهاش مثلا بتركيز. فان انا اخد انت عن نفسي وصورتي عن نفسي من اللي الناس بتقوله، ده حاجه صعبه قوي. هفضل فوق تحت فوق تحت، حاجه مرهقه. خليني اوضح لك ايه الحل. طيب طب هاخدها منين؟ هقول لك هناخدها منين. بصي، احنا السيد المسيح لما جه يتجسد على الارض ورنا صوره الانسان الكامل، اخد جسدنا، اخد الحاجه اللي احنا عايشين فيها، شعر بمشاعرنا، عايش حياتنا زينا بالظبط، كان بياكل وبيشرب وعنده صحاب وبيتكلم معاهم وعنده ناس قريبين وعنده خدمه، عارفه اللي هو كانه ايه يعني عايش الحياه اللي احنا عايشينها. تعالي نشوف السيد المسيح كان بيتعامل ازاي. ماشي. هقرا لك ايه. حد مره جه قالها للسيد المسيح، كان هو بيوعظ وعظه يعني، فجت امراه كده وعلت صوتها قوي، وقالت له كده هو بالظبط، وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امراه صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك. كان مديح يعني كلامك حلو قوي. امتداح الناس ليه تشوفيه في وقت كان الناس تبقى بتمدحه زي الامرأة ديت ومبسوطة منه، وزي ما تلاقيه مثلا يجي وقت مثلا حد الزعف، قلنا بنحتفل بحد الزعف كل سنة، ان الناس قعدوا متوجينه كملك وقصنا وانت ابن داود وانت ملكنا وخلصنا، متخيلة انت احتفال كبير قوي. بس تلاقي في نفس الوقت في المرأة دي مدحت السيد المسيح، بس في نفس الوقت في ناس تانية جم قالوا ايه، قالوا ده به شيطان، ده جم ناس مرة وما عجبهمش الكلام اللي السيد المسيح كان بيقوله وكانوا هيجوا من على الجبل. نفس الناس اللي قعدوا يقولوا قصنا قصنا خلصنا وانت ابن داود، جم قالوا بعديها باسبوع او يعني بكم يوم اسلوبه. فان انا اعتمد على الكلام على انا مين من الناس، دي حاجة مش ثابتة، حاجة تخليني دايما مهزوزة، حاجة زي ما تقولي كده ايه تبقى بتكسر فيا. فرق معايا قوي للسيد المسيح كان بيعمل ايه. هقرا لك ايه كده بتبين بالظبط هو كان بيعمل كان بياخد الكلام ده ازاي. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع، ولانه لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن الانسان. ما كانش مستني بالظبط، ما كانش محتاج ان حد يقول له انت كلامك حلو ولا لا انت كلامك مش عاجبنا، مش مستني الكلام ده من حد. في آية تانية في يوحنا بيقول وانا لا اقبل شهادة من انسان ولكني اقول هذا لتخلصوا انتم، انا لا اقبل شهادة من انسان، انا ما اقبلش شهادة الانسان سواء بالحلو او بالوحش، سواء بالمديح او مش المديح. ليه؟ لانه عارف انا مش مستني من الناس حاجة، مش مستني من ان هم يقولوا لي لا يسقفوا لي وبرافو ويمتدحوني، ومش مستني ان هو يقول لي لا انت وحش. ده السيد المسيح. واحنا يعني علشان نعيش في الحياه وعلشان نعيش في صوره مريحه لينا، احنا مين اعظم انسان في الوجود؟ السيد المسيح. هو علمنا ازاي نعيش، مش بس ان احنا نبقى يعني، ربنا مش بعيد عننا. ربنا لما جه واتجسد وعاش معانا على الارض نزل خالص 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 لاقل حاجه ممكن حد ينزل لها عشان يعلمنا ويورينا ويفهمنا ازاي اتعامل في المواقف دي، ازاي اعيش. عايزه اقول لك بقى كان بقى ربنا كان بيعمل ايه لما كان على الارض. انا كنت عايزه اسالك انه طيب واضح انه كلام الناس ورأيهم سواء بحلو او بوحش، يعني ساعات الواحد ما بياخدش اراء الناس لو هي وحشة، بس كمان ما خدهاش وهي حلوة، وما حاولش ابني صورت يعني صورتي عن نفسي منها. يعني ليه؟ لان انا لو خدت الحلو على فكرة غصب عني هاخد الوحش.
لان انت جيتي مثلا انت فتحتيني وقلتي برافو، فارم عليكي وبرافو وانت جميله جدا وانت مش عارفه ايه، وجيتي في يوم ايه ايه شعرك ده، وايه ايه الشكل اللي انت عاملاه ده، وايه اللبس اللي انت لابساه ده. فاول الانسان اي حد فينا لما بيبتدي يفتح، عارفه كاني ايه، انا فتحت باب مش هعرف بقى انقي لان انا فتحته، مش هعرف اقول لا ده اه وده لا، مش هعرف انا ككيان مش هعرف. اه خاصة لما يبقى نفس الشخص كمان، يعني ما هو نفس الأشخاص ممكن أوقات تمتدح حاجات وممكن أوقات ما تمتدحش حاجات، فأنا لو فتحت باب للمديح غصب عني ببقى فتحته للسلب كمان. بالظبط كده. اوكي طيب، آه ازاي طيب أقدر أشوف صورتي عن نفسي وأقدر أعيش من غير ما أتأثر بكلام الناس زي السيد المسيح؟ طيب هو عمل حاجة رائعة، يعني نشوف كده في منظر رهيب ومهيب جدا. جه السيد المسيح راح ليوحنا المعمدان، اليوم ده كان يوم جميل، يوم الكنيسة على طول بتحتفل بيه وبتسميه الظهور، عيد الظهور الإلهي. ده بين لنا بالظبط السيد المسيح كان بياخد صورته عن نفسه من مين. نقرا كده هوت، لما جه وقت ما كان بيتعمد، طبعا احنا عارفين القصة كلنا، ان جه الروح، في كان في ظهور للروح القدس على شكل حمامة، وفي صوت من السماء، الله الاب، الله الاب قال ايه عن الابن؟ هذا ابني الحبيب به سررت. اللي انتوا شايفينه ده ابني الحبيب اللي انا بحبه جدا، به سررت، اللي انا فرحان بيه جدا. السيد المسيح ما كانش محتاج حد يشهد عنه، لان كان بياخد شهادة الله عنه جواه الاول. يعني نشوف، ما نسمعش حاجة خالص عن حياة السيد المسيح غير بعد 30 30 سنة. سنة ما نعرفش بالظبط تفاصيل، عارفين حاجات صغيرة، عارفين لما راح الهيكل، عارفين لما اتولد ازاي، بس في سنين كتير قوي احنا ما نعرفش حاجة عنها. واول ما تلاقيه، وكان دايما تلاقيه ايه، يطلع فوق الجبل ويصلي على طول، يروح وعارفة كأن كده ايه، كأن بيعلمني ان انا حياتي وقوتي وصورتي عن نفسي بستمدها مش من الارض، انا بستمدها من السماء. عارفه في المزمور لما يقول رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، رفعت عيني الى الجبال، كان دايما يقول لك المسيح بيتكلم دايما دايما يتكلم عن الجبال، ليه؟ يطلع الجبل كانه يطلع فوق، يطلع السماء، يطلع مع قلبه، يقعد ويتكلم مع الله الاب، ويشبع بيه ويحكي معاه. ويبان قوي، يبان قوي في لما قال ان انا مش محتاج ان انا حد يشهد عني، انا الله الاب نفسه شهد عني. دي حاجه مش بتحصل ما بين يوم وليله، دي حاجه بتحصل مع عشره حقيقيه مع ربنا، مع حياه حيه مع ربنا، مع قعده مع عرفه، مع عرفه هو مين وانا مين بالنسبه له. يعني دايما الواحد عارفه لما ايه، لما ما بيقعدش مع كلمه ربنا كتير وما بيقعدش مع ربنا كتير بيبقى فاضي، بيبقى عارفه الناس تيجي ايه، تلطش فيا شويه، بافكاري شويه، ناس ابقى عندي اصحاب وعندي ناس كتير. على فكره مش فكره ارتباط بس، يعني انا ممكن اكون مثلا من وانا صغير ابقى مثلا حاسس ان انا مش محبوب قوي من اصحابي، ما ده كل ده ايه، ده بيدي صوره عن نفسي مش صح. طب المواقف كلها اللي انا بتعرض ليها ديت، والحياه كلها اللي انا بعيش فيها دي، انا محتاج الله اللي عارفني، اللي اكتر حد عارفني في الكون. يعني ربنا بيقول كده، في ارميا بيقول قبلما صورتك من البطن، في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، من وانت لسه جنين بتتكون انا عارفك. فتخيلي اللي عارفني جدا، عارفني وقت نومي، عارفني وقت غلطي، عارفني عارف اللي انا ما اعرفوش عني، ده اكتر حد مناسب ان هو يبني شخصيتي من جوه. انا متفقه معاكي، بس خليني اقولك انه مش حاجه سهله انه اسمع صوت يقول لي هذا هو ابني الحبيب به سررت، علشان اعرف اخد
الصورة ديت وابقى اصدقها. عارفة لو سمعته هعرف، بس محدش فينا بيسمع الصوت ده زي ما المسيح سمعه بالوضوح ده. فاهمة قصدي؟ حلو السؤال ده قوي، بس عارفة لما تفكري كده، الله خلق الكلام، خالق الكلام بيتكلم. خالق الكلام بيتكلم. الله اسمه كلمة الله، اللي خلق الكلمة أكيد هيعرف يتكلم ويصلي. إيماني عارفة احنا أوقات بيجيب من عندنا أفكار مهمة قوي وحقائق مهمة قوي، أول ما بدركها بؤمن بيها بتبتدي تحصل في حياتي. الله الكلمة بيتكلم بطرق كتيرة جدا. الله بيكلمنا دلوقتي واحنا قاعدين، أنا ممكن أفتح التلفزيون على حد بيتكلم ولاقي كلمة خبطت فيا، أنا ممكن أسمع ترنيمة أحس ياه الترنيمة دي كأنها جاية على الجرح قوي، حقيقي بتحصل. جاية على الجرح قوي دي، ده الله بيتكلم، الله بيطبطب عليك، أنا حاسس بيك. خليني احكي لك قصة جميلة في الكتاب المقدس، كلنا حافظينها وعارفينها، بس عايزة ناخدها كده من جوانب مختلفة. ماشي. في واحدة كانت طالعة، ان هي طالعة تروح جاية بجرة مية وراح عند بير سامري. السامرية. السامرية راحت تقابل السيد المسيح، او الحقيقة السامرية كانت رايحة، كانت ماشية في السكة تعبانة جدا نفسيا. السامرية قصتها صعبة شوية، ممكن نحكيها بحياتنا دلوقتي، ممكن تبقى في العصر اللي احنا فيه دلوقتي عاملة ازاي. واحدة اتجوزت 5 مرات، تخيلي شخص، لو احنا قلنا عن يعني لو خدنا المثل ده دلوقتي، دخل 5 ارتباطات والخمسة فشلوا، البنت دي هتبقى احساسها عامل ازاي؟ مؤلم جدا الحقيقة. يعني يعني لو مرة اهي مرة وعدت، والناس اللي بتحصل لها كده بتفضل قاعدة تعبانة وقت بعديها من احساس انه انا عندي مشكلة، انا عندي حاجة غلط، انا عندي حاجة ممكن تكون سبب في انها بوظت الجوازة. فلو انا دخلت 5 ارتباطات وفشلوا، يعني انا اكيد ما فيش مني قبل. احساس صعب جدا، صعب جدا، احساس بالرفض وعدم القبول، وممكن تبقى يعني ان انا مش جميله، وان انا مش محبوبه، وان انا ما حدش قابل بيا، كأن كده حد مهلهل نفسيا. ده غير طبعا الكلمات بتاعة التجريح، لأنه أي ارتباط بينتهي بيبقى فيه شوية كلمات تجريح كده في الآخر، بتبقى بتبقى حاجه صعبه جدا، حاجه مؤلمه وحاجه صعبه. زائد كمان ان هي يعني للاسف ان بعد كل ده ابتدت تتجر كمان في سكه غلط، فده اصلا بيخلي الواحد نفسيته تتدمر اكتر. يعني انا كمان مش انا بس بقى ان انا لا ده انا مش مقبوله او مش محبوبه او الناس مش قابليني، لا هي كمان يعني مشيت في سكه كمان متعبه جدا اكتر لنفسيتها وعن صورتها النفسيه اكتر واكتر. السيد المسيح لما قابلها قال لها حاجة جميلة قوي، قال لها روحي روحي اندهي جوزك يعني وتعالي. فقالت له ليس لي زوج. شوفي بقى السيد المسيح قال لها ايه، اجابت المرأة وقالت ليس لي زوج، قال لها يسوع حسنا قلتي. برافو، حسنا قلتي ليس لي زوج، لانه كان لك 5 ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك، هذا قلتي بالصدق. انت ازاي يا رب بتعرف تلاقي حاجات حلوة قوي جوه الواحد ومش بيبالغ فيها؟ الله صادق جدا. يعني اوقات الواحد يحس ايه، طب ما انا مثلا لو ربنا قال لي هذا هو ابني الحبيب، ده قالها للسيد المسيح، هذا هو ابني الحبيب به سررت، طب انا ازاي هبقى حبيب؟ ده انا اوقات بعمل حاجات غلط، ده انا اوقات بعمل خطايا، اوقات مش بتوب، اوقات مثلا بتعصب على اهلي، اوقات بعمل حتى الحاجات اللي هي اللي ممكن احنا نبان ان احنا خطايا كتير بتتعمل كل يوم. فاوقات احس ان انا اكيد اكيد ربنا مش هيقول لي انا محبوب مثلا، اكيد ربنا مش هيقول لي انت جميل وحلو وكويس. عندك حق. تخيلي واحده زي السامريه ديت، السيد المسيح بكل الصدق وبكل الحب وبنظرة ثاقبة جوه قلبها يقول لها
انتي صادقة، انتي فيكي حتة حلوة، ما تشوفيش نفسك كده، ما تشوفيش نفسك بالشكل اللي انتي شايفاه. فانا مثلا بتخيل لو هنحط مكاننا مثلا مكان السامرية كده، انا واحدة الناس كلها اصلا مش قابليني، وواحدة كمان انا يعني انت ازاي بتقولي كده. كان فارق معايا قوي في القصة كمان بتاعت السامرية، ان لما بدأ خالص خالص في الاول السيد المسيحي يتكلم معاها، هي استغربت قوي، لان هي شايفة هما كان السامريين واليهود ما بيكلموش بعض، فهي استغربت قوي ان انت يهودي وبتكلمني، وعارفة كأن كده جوايا انا اصلا ما استاهلش ان حد يكلمني وانت بتكلمني، وبصص عليا وبدأت تفتح معايا حوار. ده انا ما ينفعش، انا انت مش شايف ولا ايه؟ ده حقيقي، لانه انا ساعات من كتر ما بشوف ناس حواليا بترتبط وانا لسه، بيبقى جوايا مشاعر سلبية كتير، فالمشاعر السلبية دي بينتج عنها افكار سلبية، فانا يمكن ما بتطلعش والناس ما تعرفهاش، بس انا جوا ببقى عارفاها، فببقى حاسة انه انا وحشة قوي، اكيد مش هعرف الاقي فيها حاجة كويسة. بس دي بقى مش حقيقة. علشان كده حتى كمان لو في بنات ارتبطت بعد كده ما بتبقاش مصدقة ان اللي قدامها حبها، لانه هي عارفة اللي جوه قد ايه وحش. حقيقي حقيقي ده بيحصل، ان الواحد، وده بالظبط اللي انا بقوله، ان الواحد لما بياخد صورته عن نفسه من الاحداث اللي بتحصل حواليه، من رد فعل اللي قدامه، من الارتباط اللي فركش مثلا وانا ما كملتش فيه، كل ده لو انا خليت ده هو الحاجة اللي بتبني جواه، هي مش بتبني، هي بتهدم، هي بتوقع. انما الله عنده صورة تانية خالص، وفرق معايا قوي صدق الله. هو مش بيجاملها، هو مش بيقول حاجة. عارفة احنا اوقات ممكن نجامل بعض، يعني ممكن نقول الله دي جميلة قوي وانتي فاهمة محرجة، يعني ايه الحلاوة دي، بس يعني فاهمة يعني انتي مش عشان شايفة حلاوة قوي يعني. انتي مش شايفة حلاوة قوي. بس الله مش كده. انا فارق معايا قوي اختيار الله للكلمات، واختياره للحاجة العميقة قوي اللي جوه السامرية. انا ليا فرصة ان انا ربنا يعمل معايا كده، انا عندي فرصة ان انا ربنا يبتدي يبني جوايا. عارفة في عروس النشيد بيقولها كده، افتحي لي يا حمامتي يا جميلتي، مع انها هي كانت قاعدة مش عايزة تقوم من على السرير، يعني مش عايزة تقوم وتفتح الباب، بس ربنا دلوقتي بيقول افتحي لي يا حبيبتي، عشان انتي محتاجة الحب ده، افتحي. يعني انا بشجع اي حد بيسمعنا دلوقتي ان دي كلمات الله بيطرق بيها على باب قلبي. افتحي يا حبيبتي، افتحي يا جميلتي، عشان انتي جميلة حقيقي، انتي محبوبة حقيقي. ولو انتي حاسة بعكس ده، تعالي وانا هبنيكي من تاني، انا هبني كل حاجة تهدمت، انا هشفي كل احساس وجع انا حسيت بيه، كل احساس يأس، وكل احساس رفض، وكل احساس بعدم القيمة، وكل احساس بان انا كده ماليش لازمة، او كل احساس ان انا كأني مش موجودة. السيد المسيح مات فيا. عارفه لما حد يقول لحد انا بموت فيكي، هو مات بجد بقى، مش يعني مش يعني عارفه بالحرف، مش مجاز، مش مجاز، هو مات فيا حقيقي. هو بيحبني جدا، وفارق معاه انه يبنيني البنى ده. اذا كان عمل كده مع السامرية، عمل كده مع زكا. يعني تشوفي زكا مثلا كان مرفوض من الناس، زكا كان عشار، والعشارين كانوا ناس يعني مرفوضين قوي من المجتمع، لانهم كانوا حاسين ان هم ايه، انتوا بتخونونا، يعني انتوا رايحين مع الناس اللي جايين محتلين المدينه وبتساعدوهم وبتاخدوا مننا الفلوس وزي الضرائب وجزيه وبتدوها للعدو، يعني فاهمه، ناس مرفوضين تماما. ده جي، وهو كمان كان مكتوب عنه ان هو قصير القامه، يعني فواضح ان هو فاهمه، يعني هو كمان كان حاسس ان هو مرفوض من المجتمع اللي حواليه، مش مقبول. جه السيد المسيح وبكل نظرات حب، كأنه القصير اللي مش بيبان، اللي مش متشاف، اللي أصلا الناس كرهاه، يبص له ويختاره
ما بين جمع كتير جدا، يعني هو اصلا من كتر الجمع هو كان فوق الشجره علشان يعرف يشوف يسوع. فتخيلي يعني، يعني كأن انا نقطه في بحر. انت مش نقطه في بحر، فالله مات عشانك. انا انتي مش في فلوسي، مش في شكلي، مش في ارتباطي، مش ارتبطت امتى، مش ارتبطت بمين، مش عندي اولاد ولا لا، مش باخد كام، مش شكلي عامل ازاي، مش لبسي عامل ازاي. انا انتي في دم المسيح. سيد المسيح اختاره كده من وسط جمع كتير قوي. يا زكا انا هتعشى النهارده في بيتك. مقابله المسيح مع زكا غيرت فيه 180 درجه. الراجل اللي بيجري وبياخد فلوس من الناس او بيوشي بيهم، يعني بيقول ده خلي بالك ده ما دفعش، هو اللي بيدفع، هو اللي بيدفع وهو اللي بيدي وهو اللي اتحب. حاجه جواه اتغيرت. الله خالق، الله يخلق جواه حاجه جديده. انا متشجعه قوي بالكلام وفارق معايا انه الله هيعرف يشوف جوايا حاجه حقيقيه يمكن انا مش عارف اشوفها عن نفسي. بس خليني اسالك يا هايدي، طيب ازاي ربنا هيعرف يصلي؟ يعني ازاي هيعرف يكلمني، وازاي هعرف تفاصيل كده عن حياتي وعن نفسي حقيقية ربنا يصلي بيها علشان ابتدي اشوف نفسي من عينين ربنا مش من عينين الظروف والكلام والواقع والخطايا اللي انا ببقى عارفها وعارف انه مفيش حد غير ربنا عارفها. فازاي ده يحصل؟ بصي خليني اقولك حاجة كده. هوت ربنا زي ما قلنا ربنا بيكلمنا بطرق مختلفة. انا بحتاج الاول عارفة اللي هو اقرر ان انا افتح ودني واقرر ان انا يا رب انا يعني احنا عرفنا معلومه دلوقتي او عرفنا حاجه دلوقتي ان احنا ايه، ان ربنا يقدر يعمل ده. اقرر ان انا بقى اعمله، ان انا ادي فرصه وادي مساحه لربنا ان هو يتكلم معايا. ازاي؟ لسه يعني كنت هقول لك ادي له مساحه لو انا فاهم هو ممكن يكلمني ازاي. خلينا ناخد مثل ان انا اجي مثلا في مخلع صلاتي واجي اقعد قدام ربنا واقول له يا رب انا سمعت ان انت بتعرف تخش وتعمل الكلام ده كله، عملتها مع السامريه، عملتها مع زكه. ليه اللي انا بقوله ده؟ انا لما بقول انت عملت مع السامريه وعملت مع زكه كاني بقول لنفسي برفع ايماني، بقول انت عملت مع فلان وعملت مع فلان وهتعمل معايا كمان. وابتدي اقعد مع ربنا، ابدا ان انا ابتدي الترنيمه، اسمع تمارين، اسمع ترانيم، كاني كده ابقى في جو روحي، عارفه بطلع بره زنقه الحياه وبطلع الجبل زي السيد المسيح كده. يروح ايه طالع الجبل. اطلع الجبل ده ازاي؟ ان انا ابقى في جو روحي، ان انا افتح مثلا ترانيم واقعد ايه في هدوء كده هو شويه اصلي واسمع ترانيم، وابتدي اطلع لله مشاعري واتكلم معاه كانه صاحب، حد بتكلم معاه زي ما انا بتكلم معاكي كده. يا رب انا تعبانه من كذا، يا رب انت انت مكتوب ان انت احببتكم قال الرب، انت بتحبني قوي، انا مثلا تعبانه وانا مش حاسه بالحب ده. عارفه البدايه دي ان انا ببتدي ان انا كاني بفتح قلبي وبستقبل من الله كلام. ابتدي بقى لما اعرف قراياتي اليوميه في الكتاب المقدس الله يبتدي يكلمني بكلمات، يعني ما بقاش بعدي على الايات كده وخلاص. مثلا وانا بقرا مثلا في الكتاب المقدس ايه مثلا بتقول صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك، لما اقرا ايه زي ديت ابتدي اتجاوب مع الايات اللي زي دي. ربنا قال الكلام ده لمين؟ قال لشعب ربنا، مع ان شعب ربنا على فكره كان بيخطي وكان بيسيبه خالص وكده. فصرت عزيز في عيني مكرم، اقول له يا رب انا مصدقك، انا عزيز في عينك ومكرم، انا قد احببتك، ايوه انت بتحبني. يعني ابتدي اردد الايات ديت وما اقراهاش كده وخلاص، لكن ابتدي اشوف انه الايات دي ربنا بعتها لي علشان يكلمني عن نفسي فيها. بالظبط، لان كلمه الله حيه، يعني الكتاب المقدس ده ده مكتوب بالروح القدس، والله حي، الله حي يقدر يكلمني من الكتاب المقدس بكلمات حياه تبتدي تبني فيا. خليني احكي لك اختبار. ماشي. طيب في بنت كانت بتحكي بتقول ان هي كانت حاسه انها شكلها مش حلو خالص،
وكانت على طول علشان يعني هي حاسه انها مش جميله ومش بتعرف قوي تختار لبس، ومن وهي صغيره حتى من وهي في ابتدائي واعدادي وكده، فكانت ممكن تلبس لبس ايه يعني ولادي شويه، مش مهتميه بنفسها قوي، وكان على طول الناس تتريق عليها، كان اصحابها يتريقوا عليها، ناس يقعدوا يقولوا لها كلام كله متعب وسخيف، والناس تضحك وتهزر، وهي وعارفه كده تتألم. بيبقى فيه زي كده هزار، الكتاب المقدس بيقول كده كطعن السيف، يعني هزار كده تقيل بيوجع في الواحد. ايوه فبتقول البنت كانت بنت ما كانتش يعني لما كبرت شويه مش قريبه من ربنا قوي، يعني بتروح له في المواسم، عندها امتحان، عارفه اللي هو بتصلي كده ايه تفاريح يعني زي ما بيقول، بس كانت متألمه جدا وكانت تعبانه جدا وموجوعه من كم اللي الناس قعدوا زي ايه يضغطوا بيه عليها. يضغطوا بيه عليها. بتقول ان هي كانت اوقات تخش مثلا اماكن تحس ان هي كانها مش موجوده، كانها هوا، يعني كأن الناس مش شايفاها، مش بيتعاملوا معاها، فده طبعا احساس برضو بالاكتر بيتعبها. بتقول في وقت كده كانت تعبانه قوي، دخلت الكنيسه ولقيت اجتماع شغال، كان اجتماع شباب يعني، وبعد كده جت خادمه بعد الاجتماع تتعرف عليها وبتاع. بتقول الخادمه دي كانت قريبه منها في السن، مش عارفه، في سن الشباب بيبقى الشباب الاكبر شويه بيخدم الشباب الاصغر شويه، يعني هي مثلا خريجين بيخدموا شباب جامعه، ايوه فكانت البنت قريبه منها وكانت اموره ولبسها حلو ومهتميه بنفسها وشكلها منمق كده وجميل، فهي قعدت تكلمها وتهتم بيها، هي مش متعوده ان في حد يبقى بيهتم بنفسه كده وشكله حلو كده وكده ان هو يجي يكلمها اصلا، هي بتبقى حاسه ان هي للدرجه دي. كانت بتخش في مجتمعات كان ممكن تخش مثلا تروح وتيجي الناس اصلا ما يعرفوش اسمها، يعني من كتر ما هي مع ان معاهم معاها مثلا 5 6 سنين، فكان فعلا احساس متعب، فكان بالنسبه لها مستغربه قوي ان الخادمه تركز معاها كده اهوت يعني. بتقول كده ان بدات الخادمه تتكلم معاها عن هويتها الشخصيه، عارفه بدات هي تفتح قلبها يعني للخادمه دي، وابتدت تقولها عن هويتها من جوه وهي مين من جوه، وبتقول كلام كده شبه اللي احنا بنتكلمه دلوقتي، وراحت ادت لها زي فايل كده مكتوب عليه من انا في المسيح يعني، فهي بنت ما فهمتش، قالت لها بصي هتلاقي ايات هنا اهو مترقمه بارقام، ده بيقول انت مين في المسيح، انت في ربنا مين، هو شايفك ازاي، اختاري كل يوم رقم واقري الايه بتاعته واقعدي صلي بيها طول اليوم، يعني رديديها. قالت لها لا ما مانيش انا في الكلام ده، يعني الموضوع مش عارفه ان هو ما دخلش دماغها شويه. المهم في يوم كده قررت ايه طب هجرب، فبتقول فتحت الفايل ده، عارفه ان هي زي الايات اللي بتبقى متحضره كده وبيبقى ليها عنوان كده، بيبقى ليه عنوان للايه، بتقول الايه كانت مكتوبه كده، العنوان بتاعها انت طاهره كالشمس، والايه بتقول من هي المشرقه مثل الصباح جميله كالقمر طاهره كالشمس مرهبه كجيش بألويه. بنت بتقول فضلت تقرا الايه وتقول مشرقه كالشمس جميله كالقمر، يعني اكيد ربنا مش بيقول لي اكيد جميله مش كالقمر، انا اكيد مش انا يعني، اكيد مش انا احنا مش شايفين كل السنين اللي فاتت اكيد انا مش جميله كالقمر يعني، وطاهره كالشمس، بس عارفه كأن الكلمه كده ايه قعدت تخبط كده على عارفه لما تزن على ودنك كده حاجه معينه. ايوه الخادمه كانت قالت لها اقعدي اقري الكلام ده كتير وردي دي، ان انا يا رب بصدق ان انا جميله كالقمر زي ما انت بتقولي ان انا طاهره كالشمس. بتقول اخدت وقت مع ايات مشابهه لكده تبتدي ان هي ايه بترددها، بتقول بعد مثلا شويه كده راحوا كان في حفله في الكنيسه وبتاع ورايحين، البنت رايحه عادي بقى بتتعامل مع الناس يعني بتتكلم مع كل الناس وبتاع، كده مره واحده بصت كده قالت ايه ده، انا عاده باخد جنب وببقى مكسوفه من نفسي وببقى اصلا مش عايزه، انا اصلا ده في اوقات مش ببقى عايزه اروح العيد حتى عشان ايه محدش يبص عليا ولا يقول لي حاجه. بتقول راحت الخادمه كانت موجوده في نفس الوقت جريت لها قالت لها انا حاسه في حاجه من جوايا اتغيرت، انا عادي بتكلم مع الناس ومبسوطه ومش حاسه مش حاسه بقله القيمه اللي القيمة. كنت حاسه فيها زمان. قالت لها كلمه حلوه قوي، قالت لها مفيش شمس بتتكسف. فالبنت ساعتها افتكرت انت طاهره كالشمس، البنت بتقول اثرت فيها قوي ان مفيش شمس بتتكسف ديت، جميلة أوي فعلا. وحست ازاي ربنا في حقيقي غير فيها من جوه. اختبار جميل وقصه جميله أيوة اختبار عن جميل حد أوي. قرر، عارفه بيبقى فيه صراع في الاول ببقى ممكن اكون مش مصدق فعلا،
ما بنقولش الموضوع سهل، ما مش بي مش ما مش بين يوم وليلة، بس في خطوات انا اعرف اخدها مع نفسي واكررها وابتدي اعيشها، ان انا يبقى ليا قاعدة مع ربنا اقول له يا رب كلمني من الكتاب المقدس، انا عايزة فعلا اتبني كده زي اللي البنت بنت. وعلى فكرة احنا كتير بيجي لنا ايات وبنبقى حاسين كده، اوقات ابقى خايف قوي مثلا من امتحان والاقي ايه مثلا تقول لا تخف، بتحصل فعلا. وبحس انها كأن ربنا كلمني فعلا. عندي اختيارين، يبقى اقول اه يا رب انا مش هخاف عشان انت معايا، او الاختيار التاني بقى ان انا فاهمه هطنش وهفضل بقى في دوام الخوف او بقى في دوام التعب او وهكذا. طيب اعتقد انه دي حاجة واضحة قوي تخليني وانا بتعامل انا حاسس انه انا قوية، وانا مش المواقف ولا اراء الناس اللي هتأثر فيا، لكن ابتدي اخد واعرف انا مين من خلال كلام ربنا عليا، وده عرفناه يعني بوضوح ازاي نعمله. ازاي بقى اتعامل مع الاحتياجات اللي عندي وانا لسه مرتبطش؟ انا محتاجة احب، محتاجة اتحب، ومحتاجة حد يهتم بيا، ومحتاجة حد يبقى قريب مني ويسأل عليا. ازاي ده بقى يحصل، وازاي اتعامل مع الاحتياجات ديت وانا لسه مرتبطش؟ ده اللي عايزة اسمعه منك يا هايدي، بس بعد الفاصل. تعالوا نطلع نسمع ترنيمة ونرجع نكمل حلقتنا. رجعنا لكم وبنكمل حلقتنا. قبل ما نسمع الترنيمة الجميلة دي يا هايدي، كنت بقولك طيب انا دلوقتي مرتبطتش وعندي احتياجات، اعمل ايه؟ الحل جميل قوي. في اول وصيه في الكتاب المقدس، اول وصيه خالص، اول وصية خالص في التكوين يعني، كانت ايه اول وصيه؟ ما تاكلش من شجرة الحياة. كلنا فاكرين ان اول وصيه ما تاكلش من شجره الحياه. في وصية غيرها؟ تعالي نقرا اوكي. تكوين 2 16. اوكي. واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنه تاكل اكل، اما بقى شجره معرفه الخير والشر هي دي اللي ايه اللي لو كلت منها موتا تموت. فأول وصية أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. أول وصية في الكتاب المقدس، كل يا حبيبي علشان أنت لو ما كلتش هتبقى جعان، ولو فعلا جعت يعني لو جعت هتفضل تتدهور جوعا، وبعد كده هتلاقي نفسك بتاكل من حتت يعني من زبالة، سوري في الكلمة. لا، انا متفاجئه. انا فاهمه انه اول وصيه ما تاكلش من شجره الجنه، فده اللي طول الوقت احنا بنعمله، بنحاول ما نعملش الغلط. الله اب وراعي صالح، وهو قال على نفسه هو اب، يعني انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها، الستم انتم بالحري افضل منها؟ الاحتياجات اللي جوايا، الاحتياجات العاطفيه والاحتياجات كلها اللي بنمر بيها دي احتياجات حقيقيه عندي جوايا. الله مش متفاجئ بان انا جعان، الله مش متفاجئ ان انا محتاج احب واتحب، الله مش متفاجئ ان انا محتاج ان انا حد يحتويني. هو عارف الاحتياجات اللي جوايا، وهو اب وراعي صالح. اول حاجه قالها لادم كل، مش ما تاكلش من كل شجره الجنه دي، كل الشجره دي بس بتموت، فما تجيش جنبها. بس هو ما منعوش عن ان هو ياكل، بالعكس هو قال انا عايز اسدد كل احتياجاتك في ان انت تاكل من كل شجر الجنه، اللي هو كان انواع كتيره جدا جدا جدا. نشوف كده هو في المزامير بيقول انا الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر، اذ غرفاك فاملاه، يعني افتح بقك وانا همليه هملاه. يعني نشوف ربنا عمل ايه مع الشعب في البريه، كان بياكلهم كل يوم اكل فريش، يعني اكل اكل طازه، يعني كان بيقول لهم حتى ما تستنوش لحد تاني يوم الاكل اللي انتوا بتاكلوه ده، انا هجيب لكم الاكل الطازه تاني يوم. يعني مش اكل بس، اكل طازه نظيف على الصبح كده، اكلك هينزل لحد عندك. ده الهنا. انا اوقات كثيره ببقى حاسس ان انا ايه، لا مفيش، ما عنديش حل تاني لان انا اشبع احتياجي العاطفي غير ان انا اتجوز بس. ونقطه، لو كان هشبعه ازاي تاني يا هايدي غير ان انا اتجوز؟ لو كان ده حاجه حقيقيه ما كانش الناس اتطلقت، ما كانش هيحصل انفصالات كتير قوي. الشبع من الله حاجه مهمه جدا 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 قبل الارتباط.
انا لو انا داخل ارتباط انا اصلا عندي احتياجات قد كده كلها مش مسدده، هنبقى كاننا بنقطع في بعض. انا محتاج حب واهتمام وحد يخرجني وحد يفسحني وتهتم بيا. الخناقات كلها مثلا بتاعت المتجوزين في الاول يعني بنسمع وبنشوف في كذا حد، نلاقي مثلا ان هي بعد قصه حب فظيعه وبعد ما اتجوزوا ومش عارفه انفصلوا. ونلاقيهم انفصلوا من اول سنه ومن تاني سنه. عايزه اقول لك احصائيه من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء كان بيتكلم يعني عن ازاي الطلاقات بتحصل. كان في حد في جامعة عين شمس أستاذة في الاجتماع بتقول إن تقريبا 65% نسب طلاق في أول سنة أو أول سنتين من الجواز. 65%. أهو، وبتقول ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير بيرجع لعدة عوامل، أهمهم عدم التأني في اختيار شريك الحياة. أنا واحد جعان، أنا واحد زي ما تقولي كده فاهمة مدلوق، لان انا مش شبعان، مش راسي، في حتت جوايا مش هتشبع غير من ربنا. لا يمكن ان الله الراعي اللي بيدي كل النعم، اللي قال لادم اول حاجه تعملها ان انت تاكل، اللي في ايات كتير قوي في الكتاب المقدس يبين لنا ان ازاي، في ايه تانية كانت بتتكلم عن لو انتوا وانتوا اشرار وبتعملوا الشر عارفين تدوا اولادكم عطايا صالحه، انا مش هديلكم. ده ربنا مهتم بيا، مهتم باحتياجاتي، هو عايزني اشبع. ايوه، الجواز بيبقى فيه شبع جميل وبيبقى فيه العلاقه طيبه جدا ما بين رجل وامراه وينبسطوا مع بعض، ودي حاجه مقدسه جدا الله عاملها وسر مقدس جدا الله عامله، بس ده لا يغنيني وما يشيلش خالص ان انا اشبع من ربنا، لان الشبع من ربنا هو الحاجه الاساسيه. اوكي، فانتي عايزه تقولي انه لو انا معرفتش اشبع من ربنا قبل ما ارتبط، حتى انا حتى ممكن ارتبط بشكل مش صحيح، ده يأثر على اختياراتي وده يؤدي انه انا ادخل الارتباط والارتباط ده ما يكونش ناجح. بالظبط، وده حاجات احنا فعلا شفناها، احنا مش بنتكلم على حاجة بعيدة عننا. انا محتاج ان انا اشبع من الله، محتاج ان انا اقعد معاه واخد جرعات يعني شبع. اوكي، ولو ده ما حصلش قبل ما اتجوز مش هيحصل بعد ما اتجوز. هعيش تعبان قوي قوي يعني هعيش عارفه كأن ايه، كأن بيبقوا الاثنين لما بييجوا يرتبطوا وهم مش اصلا مش شبعانين وداخلين عشان هم يدوا اللي قدامهم، لان فقد الشيء لا يعطيه. فلو انا فاقد اصلا الحاجات دي مش عارفه اديها، هبقى انا بدي عشان اخد، فهتلاقي كأننا ايه بنسحب في دم بعض. انما لا، انا اخد من السما وابقى شبعان وابقى مليان وبعد كده ادي. في جمله جميله قوي 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 قالها ابو مبارك مره كده في وعظه، كان بيقول ان خد اللي ليك عشان تعرف تعمل اللي عليك. يعني خد الحاجه اللي ربنا بيديها لك، خد الشبع من ربنا، خد الحب من ربنا، خد النعمه اللي ربنا بيديها في حياتك، فتعرف تدي، تعرف تعمل وصيه. عارفه انا النفس الشبعانه تدوس العسل، وللنفس الجائعه كل مر حلو. فلو انا شبعان هدوس العسل، لو انا راسي كده وهادي هعرف ادرس الشخص اللي قدامي، هعرف اختار اختيار مناسب، هعرف ارتبط ارتباط موفق. عايز ارجع لحته كده صغيره في السامريه. السامريه السيد المسيح لما جه يقابلها عند البير قال لها حاجه مهمه قوي، قال لها اديني اعطيني لاشرب. لا انا عايز اشرب. قالت له طب يعني ازاي انت مالكش حاجه تطلع بيها الميه وكده، هو وكانه بيفتح معاها حوار، يقول لها انت لو عرفتي مين اللي بيطلب منك يشرب ده كنت انت تقولي له شربني، عشان انا عندي ميه مياه حياه ابديه. انا الميه اللي انا هديها لك وهتشربي منها عمرك ما هتعطشي تاني. فربنا كان بيتكلم على حتة عميقة جواها تخص الشبع. احنا اتكلمنا ازاي الله لما قابلها اتكلم عن قيمتها الذاتية، وازاي ان هو عارف يمتدحها، وازاي ان هو عارف يدلها حاجة حلوة جواها تبنيها وتبقى كده مبسوطة. قبل كل ده اتكلم عن الشبع، لان دي الحاجة الحقيقية اللي جوه اللي كانت بدور عليها في 5 ازواج وفي الراجل اللي بعد كده كمان.
وما كانتش بتشبع منها. فربنا اداها الحل، وربنا دايما بيدينا الحل، بيقول لنا من اول يوم، من اول وصايه اتكلم فيها مع ادم، كل لازم تشبع، اشبع 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 اشبع، ما تعيش جعان. اوكي، فاول وصيه في الكتاب المقدس اني اشبع، وانه ده شوق ربنا، وانه ده اللي هو نفسه انه يكون موجود، وانه انا لو ما شبعتش ده هيأثر عليا وعلى اختياراتي بعدين، وعلى مع الاسف ارتباطي قدام. بالظبط. طيب ازاي اشبع بقى يا هايتي؟ طيب ازاي اشبع؟ ممكن احكي لك اختبار ممكن يوضح لنا ازاي ان احنا نشبع. طيب بنت بتقول كده انها كانت حاسه في وقت ان هي مضغوطه جدا من انها مش مرتبطه، كانت بتقول انا جوايا مشاعر كتير سلبيه واحتياجات مش مسدده واحساس ان هي مش كفايه ومش جميله. كانت بتتشارك مع الخادمه بتاعتها وبتقول ان الخادمه بتاعتها قالت لها ده مش حقيقي، وان الارتباط معناه اني مش معنى الارتباط ان انا كفايه وان انا جميله، والفكره اللي احنا شبه الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول. بتقول وهي بتتكلم قعدت تقول لها انت محتاجه تتكلمي مع ربنا عن مشاعرك بصراحه، وعن الافكار اللي انت شايفاها عن نفسك دي ان انت مش جميله، وتبتدي تاخدي من ربنا نظرته عنك الحقيقيه. بتقول كانت سكه الحقيقه طويله شويه، كانت بتحاول انها تقول لربنا انا شايفه يا رب ان انا مثلا مش جميله، فكانت تلاقي ربنا يبتدي يبعت لها، اول ما فتحت قلبها ربنا وقعدت تتكلم لقيت ربنا على طول بيقول لها ايه، بيقول لها كل الجميله يا حبيبتي ليس فيك عيب. ايات مشجعه، ايات تقول لها ان ازاي هو بيحبها، تقول كان حصل مبادله، كل شويه يقول له انا حاسه انا شايفه نفسي كذا، بعتيها بكام يوم في قراياتها او في الوقت اللي هي قاعده فيه تلاقي ربنا يبعت لها كلام عكس بالظبط الصوره اللي هي شايفاها عن نفسها. كانت بترددها وكانت بتصدقها، وتقول لحد ما وقفت عند ايه اثرت فيها قوي، ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. وبتقول كانت كان اول مره احس بالمعنى العميق ده، ان ازاي نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا، يعني حتى وانا في الخطيه او انا غلطت او انا شايفه نفسي مش وحشه، ان الله بين محبته ليا وانه بذل الابن عشاني وعشان بيحبني. تقول وقفت في حاله ذهول من كم المحبه اللي حسيت ربنا بيحبني فيها، وبيقول الموضوع اخد خطوات وكان بيحتاج ايماني بكلمه الله وان انا اكون برددها كتير. وبتقول بعد وقت بدات تتشارك مع الخادمه بتاعتها، يعني بتقول انا بقيت مصدقه ان انا محبوبه وان انا جميله. بعد وقت بدات ارتبطت بحد، وبتقول المفاجأة اللي أنا لقيتها إن الارتباط مش بيشبع كده زي حب ربنا. يمكن كنت عندي صورة إن أنا عايزة أحب حد علشان أبقى أحس إن أنا مبسوطة، بس قالت إن كأن ربنا كان مليني بحب جامد وشبع جامد، وإن الله بيقدر يشبع. فأول حاجة إن أنا أشبع مع كلمة الله. في آية جميلة جدا بتقول أشبع إذا استيقظت بشبهك. يعني أصحى الصبح أول حاجة أعملها إن أنا أقعد مع ربنا عشان أبتدي أشبع منه، أشبع بكلمات الله. الله دايما يديني كلمات ويقول لي كده قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. الله بينادي عليا أفتح له الباب. أوكي، يبقى في كذا خطوة أنت هتقوليهم لنا للشبع. أول واحدة فيهم إنه يكون لي لقاء مع كلمة الله. بالظبط، يكون لي لقاء مع كلمة الله كل يوم. كل يوم، لأن الشبع ده زي الأكل والشرب، أنا باكل وبشرب كل يوم، فأنا محتاجة أقعد مع ربنا آكل وأشرب لنفسيتي والروحي والمشاعري والكلام ده كله. الخطوة الثانية لما أنا ببتدي يبقى عندي علاقة حية مع ربنا ويبقى ربنا في حياتي، ربنا بيشبعني بطرق مختلفة. إليا مثلا كان في وقت تعبان وهربان وخايف وزعلان كده ومش واكل، ربنا بعت له ملاك يصحيه يقول له كل، جاب له اكل وملاك صحاه وقال له كل. احكي لك اختبار بسرعه. طيب بنت بتتكلم بتقول ان كانت هي كانت خادمه قريبه من ربنا يعني، وفيها معاها فيها علاقه حيه مع ربنا. بتقول ان مره كان هي ما كانتش مرتبطه، وكان برضو الارتباط ضغطها شويه ومتاخره، الارتباط متاخر يعني. فراحت الشغل كان في عيد الام، فعيد عيد الام ده في الشغل عندهم بيعملوا دايما حفله للامهات واوقات للمتجوزين يعني على حسب هم عايزين ايه.
في اليوم دوت هي كان بقالها وقت بتصلي لربنا، يعني انها حاسه ان هي حاسه باحتياج ان هي تبقى بترتبط وان هي بتكون اسره وكده. وبتقول اليوم ده هي مش واخده خوانه يعني، لقت واحده من السكرتاريه داخله وداخله عليها بورده وقالت لها كرسانة طيبه. بتقول بصت للورده انبسطت جدا وابتسمت ابتسامه فظيعه، واول حاجه حست بيها انت بتعرف ترسم على وش ابتسامه. بتقول كم الاحساس الفرحه اللي حست بيها يوميها. بتقول في نفس اليوم هي كانت بتتابع بنات، بتقول بنت منهم يمكن كانت بتخدمها بقالها سنين وعمرها ما حصل كده معاها، لقيت بنت بعت لها بتقول لها كل سنه وانت طيبه في عيد الام. فبتقول يمكن انا مش لسه ما اتجوزتش، ويمكن ويمكن لسه ما بقيتش ام يعني، بس كأن الله كان عارف حته بقى اعمق بقى، فاهمه، من احتياج الارتباط. يمكن كانت هي حاسه كمان انها نفسها تكون اسره وتجيب تبقى ام في يوم من الايام، ربنا عارف يشبع دي معاها. طيب انا متشجعه قوي الحقيقه بالاختبارات، وانا عارفه انه كان يمكن عندك اختبارات تانية، بس يمكن وقت الحلقه بتاعنا قرب يخلص قوي، فعايز اسالك سؤال بسرعه كده. ازاي اثبت وما تاثرش بالضغوط اللي بتبقى من بره ومن جوه عليا؟ طيب زي ما اتكلمنا ان انا لازم يبقى ليا قاعده مع الله، ان انا اشبع. تاني حاجه الاستمرار ده، انا بحتاج ان انا كل يوم ان انا اكون باكل. وحاجه مهمه قوي، انا محتاجه ان انا اهرب من الحاجات اللي بتتعبني، يعني ما افضلش اتفرج على افلام مثلا فيها مشاعر كتير، ما افضلش الحاجه اللي بتعسرني اهرب منها، الكلام اللي بيعسرني اهرب منه، الحاجه اللي بتحسسني على طول بالاحتياج وان انا كانها بقى ايه تحاربني بافكار وتدخلني في حته كده تبقى متعبه بالنسبه لي وتحسسني باحتياج شديد مش مسدد، الحكايه دي انا لازم اهرب منها. فانا محتاجه اشبع واقعد مع الله كتير، ومحتاجه ان انا استمر في ان انا ده حاجه مستمره تفضل كل يوم، واني اهرب من الحاجات المتعبه دي. انت ممكن تقول كده اهربوا من الزنا، اهربوا من المكان المتعب، اهربوا من الحاجات اللي ممكن توقعني. طيب احنا الحقيقة مبسوطين جدا يا هايدي لوجودك معانا. انا كنت متشجعة اسمع اختبارات تاني، بس يمكن وقت الحلقة يعني خلص. بنشكرك، واكيد هنكون بنتقابل في حلقات جاية. عرفنا النهاردة انه صورتي ما بتبنيهاش الاحداث واراء الناس والمواقف اللي بتحصل، لكن صورتي اخدها من ربنا اللي خلقني وصنعني وهو اللي عارف كل احتياجاتي. عرفنا كمان انه الاحتياجات ديت ربنا اول وصية كانت موجودة في الكتاب المقدس اني اشبع، فاول خطوة انه اشبع الاحتياجات اللي بتبقى موجودة عندي انه اروح لربنا واشبع منه. تاني خطوة اني ارجع لربنا وابني علاقتي معاه. اخر خطوة هي اني اهرب من الضغوط ومن الاحداث ومن المواقف اللي ممكن تكون بتعبها. اشبع، ارجع، واهرب. ربنا معاكم.